بعد تألقه في ذا فويس، رضوان الأسمر يفاجئ جمهورها. أعلن المغني المغربي رضوان الأسمر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام عن استعداده لإصدار عمله الفني الجديد خلال الأيام المقبلة القادمة بعنوان سمحيلي. ونشر خريج برنامج ذا فويس الفنان رضوان الأسمر عبر صفحته الرسمية بموقع الانستغرام صورة له وأرفقها بتدوينة كتب فيها قريبا سمحيلي. وتفاعل عدد من متابعي رضوان الأسمر مع خبر استعداده لإطلاق عمله الفني الجديد، لا سيما وأنه غاب لمدة طويلة لم يصدر فيها أي أغنية خاصة به عبر قناته باليوتيوب. ويشار إلى أن الفنان المغربي رضوان الأسمر زادت شعبيته بعدما شارك في برنامج ذا فويس في موسمه الأخير، بحيث استطاع أن يخطف قلب الجمهور العربي. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في قناتنا كوكب الفن.